من الشمال التركي إلى سواحل الجنوب التركي، وهالمرة حلقتنا مختلفة عن كل الحلقات. راح نعيش مغامرات ونتعرف على مدن تركية قديمة، وراح تكون أول محطة إلنا بأنطاليا. وصلنا إلى مدينة أنطاليا، هاي المدينة اللي يزورها ملايين السياح سنوياً، وبما إنه إحنا برنامج استكشاف فرح نستكشف هذا المكان. إحنا وين؟ إحنا بالسنتر، وبالتحديد في منطقة القلعة أو أنطاليا القديمة. تعالوا نستكشف ونشوف شنو موجود هنا، فأكيد خليكم ويانا. هسه احنا في كالتيشي، ومعناه داخل القلعة باللغة التركية. وهذا المكان عبارة عن سور كلش كبير على طول ساحل البحر المتوسط. وطبعا تعتبر أنطاليا من أقدم المدن المأهولة بالسكان بمنطقة الأناضول. يرجع تاريخ هذا المكان إلى العصور القديمة مثل الرومانية والسلجوقية والعثمانية، واللي يميز هاي القلعة أسوارها واللي تكون على شكل هلال. حتى المحلات هنا تختلف عن باقي الأماكن. راح نشوف محلات الأنتيكة والسجاد القديم والمجوهرات. طبعاً موقع القلعة المميز واللي يعتبر بسنتر مدينة أنطاليا، ويطل على المارينا من مرسى للسفن العسكرية لحماية المدينة إلى معلم سياحي وتاريخي. وطبعاً زوار هذا المكان سنوياً يصل إلى 10 مليون سائح. وهسه راح اترككم ويا هاي المنابر الجميلة. محافظة بتركيا ونكون بالسنتر مايتها، نشوف هاي المشاريع اللي هي البزارات. هاي البزارات موجودة بأماكن جدا حيوية، لازم نعرف ونستكشف شنو اللي يخلي الناس تفتح هنا، وبنفس الوقت شنو التسهيلات اللي تقدمها البلدية لأصحاب الأعمال والحرف. تعالوا نستكشف هذا المكان. دائماً منشوف بتركيا بزارات تدعم المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية، بس الشيء اللي لفت انتباهنا بهذا المكان أغلب أصحاب هاي المشاريع هم من السيدات الكبار بالعمر. نشوف هنا البلدية نعطيتهم مساحة كلش حلوة حتى يقدرون يزاولون أعمالهم اليدوية. مرحباً، نحن هنا في أنطاليا في حي دوغا كاراجي. توجد أكشاك صغيرة تابعة للبلدية. نحن هنا نبيع حرفنا اليدوية والهدايا التذكارية. لدينا أيضا منتجات الحياكة اليدوية. كل شيء هنا يصنع من مهاراتنا. نحن نساهم في تعزيز السياحة. ندعو الجميع لزيارة هذا المكان.
dünyada zaten tanınan bir yer Antalya. Gelmeye görmeye değer bir yer. İklimi, havası, turizmi, tarihi eserleriyle, her şeyle bir numara bir yer. Herkesi bekliyoruz. Antalya, Türkiye. Antalya هي ثاني أكبر مدينة في تركيا يتم زيارتها في العالم. هنا تجد البحر والرمال والشمس والتاريخ، كل شيء موجود هنا. يزور أنطاليا سنويا ما يزيد عن 10 ملايين شخص. هذا هو المركز المدينة وشارع الفنون. ندعو الجميع لزيارتنا. طبعا كملنا جولتنا هنا بسوق أنطاليا، بس بعدها راح يكون ورانا يوم كامل من المغامرة. وصلنا إلى أولى محطاتنا بالرافتنج. هسه راح نستعد إلى مغامرة الرافتنج. طبعاً مثل ما تشوفون، أول شيء لبست التجهيزات الخاصة بالرافتنج وحملنا القوارب اللي راح نستخدمها بالنهر. طبعاً هنا راح يكون موجود فريق متخصص بهاي الشغلة، وهذا المكان يعتبر من أهم الأماكن السياحية الموجودة بأنطاليا، ويبعد عن سنتر المدينة حوالي 20 كيلومتر. جولة الرافتنج ونص الطريق ننزل بهذا المكان بمتعة كلش حلوة، السباحة. هسه وصلنا إلى آخر محطة، ونروح نبدل ونتغدى. مثل ما تشوفون هنا سواح من كل الجنسيات، وبعد ما كملنا جولتنا راح نجي إلى الغداء اللي هو يكون عبارة عن تصبيره بهذا المكان. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى شلالات دودان. هذا المكان ليس فقط مكان سياحي، وإنما هو مكان سياحي وأثري. يجي هواية سياح وهواية ناس توصل إلى هذا المكان ولعدة أسباب، ومن ضمنها إنه هو أقرب مكان سياحي على سنتر مدينة أنطاليا. تعالوا أنا وياكم نستكشف هذا المكان ونشوف شنو موجود أشياء وأكتيفيتيات بهذا المكان. فأكيد خليكم وياي. شلالات دودان بأنطاليا واللي تبعد حوالي 10 كيلومتر عن مركز مدينة أنطاليا، وهذا المكان سياحي كلش مهم بالمدينة، واللي هو عبارة عن حديقة كلش كبيرة. إضافة إلى هذا موجود مجموعة من المحلات والمطاعم. راح نقدر نتجول ونشوف هاي الكهوف القديمة، وراح نشوف كهف خاص بالخفافيش. وطبعا ما راح ننسى منظر الشلال، كلش حلو، خصوصا الصور هنا لها طعم ثاني. وراح نشوف ايضا اثار قديمه موجوده بداخل هذا المكان. وهنا شفت هذا الحجي اللي يبيع صفارات، راح يشرح لنا اكثر عن هذا المكان. مرحبا، برسه تركيا انطاليا دودان شلال. مرحبا، هذا المكان هو شلال دودان في انطاليا، يعتبر واحد من أجمل الشلالات في العالم، وهو يبعد عن مدينة أنطاليا 30 كيلومتراً.
مشاهدينا الكرام، من وسط هاي الطبيعة الحلوة احنا الآن موجودين بواحد من المطاعم المشهورة بأنطاليا، وهذا المكان له فت قصة كلش حلوة، والمشروع هو عبارة عن 3 مشاريع. حلو الإنسان من يفكر، تعالوا نستكشف هذا المكان وأحكي لكم شنو القصة. وإحنا وطالعين من أنطاليا ودنروح إلى مرمريس، كان لازم نختار مطعم بيه قصة، مطعم أولو بنار. هذا المكان موجود داخل الطبيعة ويقدم وجبات، هذه الوجبات كلها من المزارع الخاصة بيهم. وهنا صاحب المطعم راح يحكي لنا أكثر عن المكان. أنا خضر أراس، عمري 47 سنة، أعمل في هذا المجال منذ حوالي 34 عاماً، وأقوم بشغف في هذا المكان هو الانتقال من حر أنطاليا إلى بيئة طبيعية. على سبيل المثال في أشهر الصيف الحارة مثل يونيو وأغسطس وسبتمبر، عندما تكون درجة الحرارة في أنطاليا 42 تكون درجة الحرارة هنا 22. نحن نحضر جميع المنتجات هنا بشكل طبيعي، نحن ننتج اللحم والسمك بأنفسنا والعسل. أستيقظ كل يوم في الساعة 7 صباحا وأنام في 2 ليلا خلال 7 أشهر من الموسم. لا أخذ أي إجازة، أحاول الحفاظ على لياقتي بلعب التنس لمدة 2 فقط في الأسبوع، ونسعى أن يتذوق جميع زوارنا طعامنا والاستمتاع في الطبيعة. ونؤكد أن بلدنا ليس حارا في كل مكان، وكل زاوية منها تتمتع بمفهوم مختلف. هم ülkemizin güzel lezzetlerini doğal olarak almasını hem de ülkemizin her yerinin sıcak olmadığını, her köşesinin farklı bir konsepte olduğunu belirtmek istiyoruz. هذا المكان يحتوي على أحواض كبيرة لتربية الأسماك، وعنده فقرة كلش حلوة. هنا تقدر تصيد السمك بإيدك وتشويه وتاكله، وهنا بعد ما صدنا السمك وصل باقي الأكل اللي طلبناه، كل أكلهم من مزارعهم ومن الطبيعة، شيء كلش راح يعجبك. طلعنا من أنطاليا وتوجهنا إلى محافظة موغلة، وبالتحديد مدينة مرمريس الساحلية. هاي المدينة اللي تقع على البحر الأبيض المتوسط، والمسافة اللي قطعناها من أنطاليا إلى مرمريس أكثر من 300 كيلومتر. وهاي المدينة اعتمادها على السياحة بالدرجة الأولى، وعدد سكان مدينة مرمريس ما يتجاوز 100,000 نسمة. واللي يميز هاي المدينة موقعها بمصب البحر المتوسط وبحر إيجا، يعني باختصار هي شبه جزيرة وتمتلك ميناء دولي خاص للسفن. Ben Marmaris'te kuaförlük yapmaktayım. 6 yılı burada yaşıyorum. أنا أعمل كحلاق في مرمريس، أعيش هنا منذ 6 سنوات، نقدم خدماتنا للسياحة، وبالطبع لدينا أيضا العديد من الزبائن المحليين، لكن يأتينا السياح من جميع أنحاء العالم. يبدأ موسمنا عادة في شهري مارس وإبريل،
ويستمر حتى نهاية نوفمبر. ننتظر ضيوفنا من جميع أنحاء العالم، ونتمنى أن يكون موسما جميلا، ولدينا في بلادنا أماكن رائعة تستحق الزيارة. نحن بلد مضياف ونرحب بضيوفنا دائما. Misafirlerimizi her zaman bekliyoruz. وصلنا إلى جراند بازار أو السوق المسقف بمدينة مرمريس. تعالوا خلينا نشوف هذا المكان. هذا أقدم سوق موجود بمرمريس، وتم بناءه في عهد السلطان محمد الأول. ويتميز السوق هذا أنه بارد يكون بالصيف وبالشتاء يكون دافي، والسبب السقف اللي ممتد على طول هاي المحلات اللي موجودة داخله محلات تجارية متنوعة. الفعاليات الموجوده بمرمريس هو جيب سفاري. اليوم راح ناخذكم بجوله كلش حلوه وممتعه، فخليكم ويانا. وهسه صار وقت المغامره والمتعه، جيب سفاري اهم اكتيفيتي موجود هنا. وطبعا بديناها صعدنا بالجيب سفاري وانطلقنا بين الجبال وبين الطبيعه. هنا أول محطة إجينا بها الشلالات اللي بداخل الجبال، وهذا المكان من أهم المناطق السياحية اللي موجودة بمرمريس. هذا هو شلال تورغوت في مرمريس التابع لمدينة مولا. يأتينا هنا السياح من إنجلترا وأوروبا والدول العربية، ونرحب بزوارنا هنا. يبدأ الموسم في شهر مارس وينتهي في نهاية نوفمبر. نستقبل جميع السياح ونرحب بهم هنا. ساحل الفتاة واحد من الأماكن المميزة كلش بمرمريس، وفي قصة كلش حلوة. تعالوا خلينا نسمعها. هسه وصلنا إلى محطتنا الثانية واللي هي الأهم، فقرة جيب سفاري. هذا الساحل هو الأكثر شهرة هنا، وموقع الشاطئ على بعد 30 كيلومتر من مرمريس.
طبعا هذا المكان بأكثر من قصة، وحسب وحدة من الأساطير واللي تقول إنه بنت ملك بيباسوس حبت صياد فقير وكانت تطلع بالليل على الساحل وشايلة بيدها مصباح، وهذا الشاطئ كان مكان اللقاء، وكل ما تضوي المصباح يجي حبيبها، إلى أن وصل الخبر للملك وأمر الحراس بمراقبة بنته. وبليلة ظلمة بنت الملك شغلت المصباح وهجموا الجنود على الصياد، من خوفها على حبيبها ركضت باتجاه الساحل وعبرت البحر، ويقال هي ودا تركض الجنود صابوها بالغلط وتحول هذا الرمل إلى اللون الأحمر مثل ما دا تشوفون. ولهنا خلصت حلقتنا.